أهلا بكم في برنامج اتجاهات، حيث لا حياد مع الإرهاب. مؤججو فتن ساهموا بالتحريض على الدين والوطن، أنكروا ونفوا كل تاريخهم التحريضي، قالوا أنهم ليسوا من تسبب بإراقة الدماء، قالوا إن الإعلام هو من يؤجج الفتن، والإعلام اليوم سيؤجج المطالبة بمحاكمتهم. قنابل طائفية لم تشفي غليلها داخليا فخرجت تريق الدماء خارجا. هنشوف الآن ضحية من ضحايا دعاة الإرهاب ونعود من بعدها لحوارنا الليلة. ظلوا يراقبوني لمدة 15 يوم تقريبا، بالأخير خلص إنه لحقوني شافوني، شي 3 سيارات كانوا مكتوب عليهم جبهة النصرة وعليهم علامات يعني لإلهم، لحقوني طلعوا لعندي على البناية، حاولت إنه أنا أوصل للبناية مشان أعطي خبر إنه هدول الناس اللي راح ياخذوني. دقوا الباب طلعوا ما اجوا بالزق ولا شيء، قلت لهم ليش شوفي ما ردوا، بدك تنزلي غصب عنك، بس طيب انه فهموني شيء يعني انه انا بنت كيف انتم هيك بتفوت بهي الطريقه بتاخذ، قال انزلي، قلت لهم انه ضليتهم اصرع انه ليش عم ضربوني على ركبي، في معاهم عصايا ومعاهم كثير سلاح يعني بس استعملوا وقت العصاية، نزلت ضربوني بالسياره عارضت بدك تركبي ما بدي انه كيف بدي اطلع، طلعت فوتوني على المكان نزلوني عليه، في ناس تحت كانت قاعدة مشايخة اللي هن بينتسبوا للعرعوب وللعريف اللي عم يحرض علينا، نزلوني صاروا يسألوني إنه أنت عم تساعد الدولة، قلت لهم أنا ما يعني إنه أنا ما بخلي بهالنشاط أبدا، إنه أنا من بيتي لشغلي ومن شغلي لبيت، قال بلا أنت عم تنزلي شرايح وأنت ما بعرف شو، قلت لهم شو هي الشرايح، ما أنا ما بعرف شو هن الشرايح، ما بعرفهم فعلا إنه أنا ما بعرف، قال هدول بيعطوا احتياطيات للطيارات، قلت لهم لا أنا ما عملت هيك شيء. صاروا ينزلوني على الأماكن إنه اللي عم يعذبوا فيهم النسوان اللي خاطفينهم، يفرجوني إياهم إنه عم يخلوني إنه أنا خاف أحكي، بس ما في شيء لأحكي، ما حكيت بس صرت شوف، صرت ارتعب يعني، صار في رعب، شوف نسوان عم تنقتل، نسوان عم تتكهرب، صاروا يفرجوني النسوان إنه عرايا، مانن لابسين شيء، دفشوهم بإجريهم، في تقريبا شيء كان ستة، في كان منهم زوجة للمرأة هي كانوا لابسينها هيك وعم يكهربوها، صحته منيحة كمان قاعدينهم قدامها عم يشوفها شو عم تتعذب ويعذبوه. بعدين طالعوني أخذوني على مكان بنت بحدود عمرها 22 سنة، حاطينها بالساحة تبع المنظمية، عاملينها كمان عمرة ومقوصينها براسها. هي البنت ميتة بس حاطينها إنه شوفوها شو عملنا فيها، كمان إنه هي قال عم تزيد شرايح. تقريبا عمرها 23 يعني 22 سنة. بعدين ردوا فوتوني، في عالم تدخلت انه هي البنت ما دخلها وكذا، صار شوية مناقشات بيني وبين شبني انه انت عم تلاحقني لسبب براسك انت كذا، طلعت هدول الجماعة كثر خيرهم يعني انه طالعوني، طلعت حق بسرعة اخذت اغراضي وطلعت، ما عاد فت بقى على المنظمية ابدا ابدا، يا ريت يوقفوا تسليح لانه هن عم يظلمونا، هن ما عم بيظلموا شيء معين، عم بيظلموا الشعب السوري، بنات السوريين، هن بيتمنوا يصير على بناتهم ونسوانهم هيك مثل ما عم بيصير فينا، احنا شو ذنبنا؟ هي مو فتاوى، هي هن اخترعوها، ما في شيء هيك اسمها فتوى، هن اخترعوها ليقتلونا، لمصلحة، لغاية بنفسهم هن إلهم، ما بعرف شو هي غايتهم، مو غايتهم الدولة وغايتهم، غايتهم يدمروا الشعب البنية، يدمروا الشيء اللي عملناه. تعذبنا لتصير هيك. أعود إليكم من جديد بعد هذه الشهادة. في هذه الحلقة شهادات معذبة وتنهدات مواطنين ومواطنات من سوريا، توسلات للشباب السعودي بعدم الذهاب إلى هناك. إن كنتم تذهبون لنصرة الشعب السوري فالشعب هناك يطالبكم بعدم الذهاب ويرجوكم بعدم المشاركة في التأجيج الطائفي والفتنة وإسالة الدماء، وإن كنتم تذهبون لأجل الفتنة الطائفية ولأجل مزيد من التعطش للدماء فلا أعتقد أن هذا يقع تحت بند الجهاد سواء كان عين أو كفاية. قنابل طائفية لم تستطع تفجير غلها الطائفي داخليا فخرجت إلى
الخارج، ماذا سيحدث عندما تعود إلى الداخل؟ هذا أيضا سؤال ضمن حلقتنا. والسؤال الأهم برأيي، كثير من الدعاة خلال الأسبوع الماضي ومؤججي الفتن نفوا تماما قيامهم بالدعوة للذهاب إلى سوريا ودعوة الشباب إلى الجهاد هناك، نفوا عنهم هذه التهمة. هذا السؤال. والسؤال الآخر هو، ماذا تفعل الأجهزة الأمنية؟ جهاز المخابرات السعودي ماذا يفعل؟ المعروف عن الأمير بندر بن سلطان كفاءته وبعده عن التفرقة الطائفية، لكن كيف تسربت أعداد تفوق 10,000 مواطن سعودي إلى سوريا؟ كيف تسربت إلى هناك دون علم جهاز المخابرات؟ أرحب بضيوف حلقة هذه الليلة. معي في الاستوديو هنا الأستاذ محمد زايد اليوسف، أستاذ جامعة الملك عبد العزيز. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا وسهلا. أهلا فيك. معنا أيضا الأستاذ محمد العمر، الكاتب والصحفي ومؤلف الطائرة الخامسة. أهلا فيك أستاذ محمد. أهلا وسهلا. معنا هنا شباب من الجامعات السعودية ضمن الجمهور، أهلا فيكم. وسينضم إلينا بعد قليل الأستاذ نبيل فياض من سوريا، إضافة إلى الشهادات التي تحدثنا عنها، سوريين يتوسلون للشباب بعدم المساهمة بفتنة طائفية أكثر من الموجود اليوم. دكتور محمد زايد، أبغى أبدأ معك الحلقة وأسألك عن تسطيح فكرة الجهاد اليوم، سواء من الدعاة أو العلماء، كيف تفسرها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية، لو نظرنا إلى الساحة العربية والإسلامية لما وجدنا داء يدمرها أكثر من الفتن الطائفية والمذهبية، ولا أحد ينكر مدى تغلغل الفكر الديني المتطرف في شتى مناحي الحياة. لقد استغل الكثير من أصحاب التيار الديني المسيس على مدى أكثر من 30 عام كل الوسائل لنشر أفكار التطرف والغلو في مجتمعنا، حتى أصبح أبناءنا المراهقون عند حدوث أي مشكلة في أي بقعة في العالم يتقاطرون على الذهاب إلى تلك الأماكن. لا، مش في أي بقعة، هم هناك أماكن ما تقاطروا للذهاب إليها. يعني لو كان هناك تمييز في البلدان التي تحتاج للجهاد، ومرورا بالعراق وأيضا أو مراكز الصراع السياسي. يعني لم يذهبوا إلى بورما مثلا، ما سمعنا صح عن جهاد، عن دعوة لجهاد في بورما، ولا دعوة لجهاد في فلسطين بالمعنى المطلوب. المهم، لكن من الملاحظ الآن هو تطوع عدد كبير منهم في ساحات القتال في سوريا أو ما يسمى بالجهاد. لعل الأخطر من ذلك كما أشارت أحد الدراسات هو وجود أعداد كبيرة جدا من الشباب السعودي في ساحة القتال في سوريا. فهذا يدل على أن الانحراف الفكري لدى كثير من شبابنا في مجتمعنا ما زال ينمو ويستقطب المزيد من الأتباع. فالأمر الذي يدل على أننا نحتاج إلى دراسات معمقة لدراسة الانحراف الفكري، لأن التيار الديني هذا المسيس نجح على مدى 30 عام استغلال كل مفاصل الحياة، في الجامعات، في المدارس، في المساجد، في المناسبات الاجتماعية، أيضا استغلوا المؤسسات الحكومية والأهلية، استغلوا وسائل الإعلام كالإنترنت ووسائل التواصل الإلكتروني والاجتماعي، استغلوا كل المناسبات لنشر هذه الأفكار المتطرفة بين شبابنا. وللأسف الشديد نجد أن شبابنا هم الضحية في النهاية، يذهبون وبأعداد كبيرة ضحية من؟ إلى سوريا. ضحية من؟ وللأسف الشديد ضحية من أستاذ دكتور؟ نعم، ضحية من هم؟ ضحية هؤلاء الذين ينشرون سمومهم الفتاوي المسمومة بين شبابنا ويخاطبونهم بخطاب ديني مؤدلج. طب حنتكلم عن أصحاب هؤلاء عن أصحاب هذه الفتاوى، بس
يعني أستاذ محمد، أنه نفس التعليق اللي أنا علقته على الدكتور، هناك دول زي بورما أو ميانمارك سابقا كان بها تطهير عرقي تقريبا من قبل البوذيين للمسلمين، وما سمعنا عن دعوات للجهاد هناك. ايش معنى سوريا والعراق وأفغانستان؟ في نقطة مهمة، كثير من الشباب خاصة الجيل الحديث لا يفهم المغزى الرئيسي من هذا السؤال، أو لا يعرف حقيقة تنظيم القاعدة. منهج تنظيم القاعدة ليس يعني منهجهم نصرة الإسلام أو المسلمين بتاتا. الفكرة الأساسية هي تصفية حسابات مع الدول العربية لا أكثر ولا أقل، وأولها المملكة العربية السعودية. لأن إذا رجعنا إلى الوراء نجد أن أسامة بن لادن مؤسس هذا التنظيم يواجه خلافه مع الحكومة السعودية من فترة ذهابه إلى السودان، ومن بعدها انتقاله إلى أفغانستان. فأصبحت الغريزة الانتقام هي الموجودة في داخله. بورما ليست من الدول العربية ولا لها علاقة في ذلك، فلا توجد مصلحة ما بينه وبين حكومة بورما بالأساس. فلذلك المسألة تصفية حسابات لا أكثر ولا أقل، هذا اللي أنا أشوفه. بس تعليقا على الفيديو، يعني مسألة سياسية. نعم، مسألة سياسية لا أكثر ولا أقل، والضحايا هم الشباب. وللأسف أن من يروج هذه الأفكار هم الدعاة الذين يسمون أنفسهم بدعاة إسلاميين، وأنا لا أراهم إلا دعاة فتنة. طب هم هؤلاء الدعاة الأسبوع الماضي تقريبا بأكمله يعني انبروا للدفاع عن أنفسهم، وأنكروا التهمة التي ألحقت بهم من أنه هم سبب الفتنة والدعوة للجهاد في سوريا. هذا النفي كيف تفسره؟ على فكرة هذول المشايخ اللي ظهروا، وعلى مشاهير تويتر اللي ظهروا في الأسبوع الماضي وأنكروا، أنا أعتبرهم أنهم يضحكون على على على, على الجمهور. الشعوب العربية ليست كذاكرة القطط، ينسون بسرعة. يعني قبل 4 شهور 5 شهور كانوا يدعون إلى الجهاد، وكانت التغريدات صريحة. ثم بعد ذلك حينما اتجهت المصلحة إلى عدم أو رأوا في الموضوع أن هناك قضية، أو أنهم رأوا أنهم قد يدانون في مسألة التحريض، بكل بساطة ينفي جبناء، يعني خافوا. هي قضية تلون لا أكثر ولا أقل. يعني لما يظهر بعض المشايخ، يعني خليني يعني ولا أخذ من الوقت، يعني مفترضا الدكتور محمد السعيدي لما كتب في تويتر تغريدات ويقول أن اتهام دعاة بتحريض الشباب على الذهاب لسوريا مجازفة لن تمر بهدوء، أنا أعتبر هل هذا تهديدا أم أعتبر أن هناك لوبي من الدعاة يحاولون؟ محمد السعيدي يقول أنه اتهام الدعاة بالتحريض للفتن لن يمر بهدوء، لن يمر بهدوء. هل يعتقد أنه ستنشب خلافات ما بين التيارات الموجودة داخل السعودية؟ هل يمكن يقصد أنه عنف حيكون في هناك؟ ما أقصد أنه عنف، يقصد أنه ممكن عنف اللي هي ملاسنات الخطابية، سواء على القنوات الفضائية أو على وسائل التواصل الاجتماعي. ولكن اللي أشوفه أنا أن هناك للأسف أغلب هؤلاء الدعاة يفهمون معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما على حسب أهوائهم. يعني مثلا يعني في نفس الموضوع يعني الشيخ العريفي كان العام، يمكن أو العام في شهر جون السابق، كان في مؤتمر لعلماء المسلمين في القاهرة، وكان ممن شاركوا في الدعوة للجهاد في سوريا. هو اليوم ينفي عن نفسه هذه التهمة. ينفي هذه التهمة. وكذلك دكتور سلمان العودة. دكتور سلمان العودة عندما كان في مؤتمر إبان حكم الإخوان ماذا كان يقول؟ كان يبارك نتائج اجتماع مؤتمر علماء المسلمين، والآن يقول أنه لم يكن يحرض الشباب على الجهاد. أنا لعلي بس على يعني ذكر مسألة المؤتمر، لعل أول بند من بنود المؤتمر علماء المسلمين في القاهرة كانت دعوة إلى النفرة إلى سوريا صراحة. صحيح. فلعلي بس يعني إذا كان في سمعك بس عشان الناس ما تقول إنك قاعد تتكلم من رأسك. فاللي ألقى البيان الختامي هو الداعية محمد حسان، فإذا كان ممكن نسمع بس هذا المقطع. طيب حنسمع هذا التسجيل مع الأستاذ محمد العمر. ومن أجل الحفاظ على كيان الأمة وأمنها واستقرارها وإنقاذ بلاد الشام من هذه الجرائم البشعة وما يخطط لأهلها من القتل والتهجير والتشريد ولأرضهم من التدمير والتمزيق والتقسيم، تداعى علماء الأمة من جميع الأقطار وتدارسوا هذه النازلة وبيّنوا ما يلي: أولاً، وجوب الجهاد لنصرة إخواننا في سوريا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،
الفريق الآخر. وجوب الجهاد لنصرة إخواننا في سوريا بالنفس بالنفس والمال والسلاح. أكد ثلاث مرتين بالنفس بالنفس، يعني الدعاة اللي حضروا المجتمع في ذلك الوقت يعني لا أعلم كيف يتنصلون من مسألة التحرير. هذا دليل قاطع أنهم مدانون بمسألة تحريض الشباب على الجهاد. يعني لا أفهم أنه كيف أنت تتنصل من هالقضية. يعني أريد فعلا أريد أنك تقدم دليلا قاطعا أنك لم تتورط. لكن في تتوقع أن الشباب يعني أو المجتمع عموما ذاكرته فعلا قصيرة؟ المجتمع أنا قلت لك قبل شوي مشكلة المجتمع، يعني من ملاحظتك أو من متابعتك لحتى تويتر يعني الناس نسيوا ولا لا؟ مش قضية نسيوا، هناك تأييد للأسف. المجتمعات المحافظة يعني كمجتمعنا السعودي للأسف الغالب عليه التدين، ولكن أين ذهب بنا هذا التدين؟ هل هو التدين الحقيقي الذي نزل من سابع سماوات على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أم هو فهم آخر؟ لا أفهم. بعد الفاصل حناخد رأي الأستاذ محمد بمعنى التدين الحقيقي، لكن الآن قبل الفاصل هذه مقطع فيديو مع السيدة فاتن مواطنة من سوريا، نشاهد المقطع وراجعين بعد الفاصل. أنا عبر برنامج اتجاهات لوتانا كمواطنة سورية بوجه صوتي لأخواتنا اللي موجودين بالسعودية وأخواتنا السعوديين أنه ما يسمعوا لشيوخ الفتنة اللي هي الكلام عم يدمر السوريين وينظروا كمان بقلب صادق لوين وصلوا أخواتنا السوريين المدنيين بسوريا. وبتمنى كمواطنة سورية وبطلب من رب العالمين أنه تنتهي الحرب بسوريا لنرجع نحب بعضنا مثل الأول ونعيش بقلب صادق. أهلا بكم من جديد، ونستقبل تعليقاتكم على حلقات هذا البرنامج على الصفحة الإلكترونية تويتر وعلى صفحة البرنامج على فيسبوك. أرحب من جديد بضيوفي الدكتور محمد زايد يوسف والأستاذ محمد عمر. ودكتور محمد زايد، يعني قبل الفاصل كان أستاذ محمد العمر يتكلم عن التدين الحقيقي. طيب ضمن التدين الحقيقي أبغى منك يعني الفصل في مسألة الجهاد، ما الضوابط التي يمكن أن تميز الجهاد عن غيره من أعمال تجري الآن في سوريا؟ أولاً الجهاد له ضوابط كثيرة، فالجهاد لا يقره إلا ولي الأمر، هذه النقطة الأساسية. ثانياً الجهاد اللي هو التحريض الذي نتحدث عنه الآن هو جهاد الهدف منه إيجاد الغطاء الشرعي لاستقطاب المزيد من الأتباع. فللأسف الشديد أنه كثير من شبابنا كانوا ضحايا لهذه الفتاوى التحريضية أو المسمومة. ففي دراسة علمية نشرت في المملكة العربية السعودية وجد أنه 78% من هؤلاء الإرهابيين والذين لهم أفكار إرهابية تسربوا من المدارس في وقت مبكر، وحتى لم يبلغوا سن 20 الكثير منهم، وأيضا لم يسافروا إلى الخارج، الأمر الذي يدل على أن استقطابهم كان داخليا بسبب هذه الفتاوى التحريضية وهؤلاء الذين يعملون في الخفاء لنشر كل وسائل التطرف وزعزعة الأمن في بلادنا. تسربوا أنه لأنه السبب الفتاوى اللي تقول أن المدارس تابعة للدولة الكافرة، صح؟ نعم، لأنه هذه الفتاوى الهدف منها اللي هو زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة العربية السعودية، هذا الهدف الأساسي منها. طب اللي يروح للجهاد اليوم الإسلام، يعني هل فيه جهاد داخل جهاد مذهبي؟ في شيء اسمه جهاد مذهبي أو جهاد طائفي؟ يعني هل يبيح الدين أن تجاهد ضد كسني ضد شيعي أو كشيعي ضد سني؟ يعتبر هذا الاقتتال الطائفي يعتبر جهاد؟
أنا لا أعتبر أنه هذا الاقتتال الطائفي جهاد، لأنه الذين يغذون هذا الجهاد هم ولاة الدين. فلو نظرنا مثلا إلى إيران نجد أنه لها متطوعين وأتباع في سوريا، نعم، وأيضا لهم جيش منظم يحارب في سوريا جنبا إلى جنب مع النظام السوري. أي. وأيضا لو نظرنا إلى حزب الله له جيش منظم وأتباع يحاربون هذا. واليوم نشرت صحيفة الشرق الأوسط أن هنالك أكثر من 2000 مجاهد من أوروبا والذين يدعون الجهاد تسللوا للأعمال هذه الإجرامية في سوريا. أيضا نجد أنه يعني بريطانيا سحبت أيضا الجنسية عن بريطانيين يشاهدوا في سوريا، يطالبون أيضا بسحب الجنسية كنوع من العقاب. إحنا يهمنا الجانب الفكري، هذا لدينا نحن الآن في العالم العربي والإسلامي صراع طائفي وصراع مذهبي رهيب. نعم. والذين يغدون هذا الصراع الطائفي هم هؤلاء غلاة الدين. طيب. المتطرفين. طيب حاخذ تليفون معنا من سوريا السيد نبيل فياض الباحث في التراث الإسلامي في التراث الديني. أهلا بك أستاذ نبيل. مساء الخير، وأنا حقيقة بتشرف بدعوتكم وشكرا لكم. شكرا لك على المشاركة، أهلا فيك مساء النور حبيبتي. تسلم حبيبتي، شكرا. في تقديرك أستاذ نبيل، يعني الجهاديون اللي موجودين في سوريا ما مدى تأثيرهم اليوم على الثورة وعلى الشعب السوري؟ يعني أولاً يعني كلمة جهاد كلمة يعني لا تليق بهم على الإطلاق، لأنه الجهاد يعني له مدلوله الإيجابي بالمعنى أنه نجاهد من أجل جهد، بمعنى بدل الجهد، بمعنى حاول أن يحسن، حاول أن يغير، حاول أن يفعل شيئا. نعم. هؤلاء أنا آسف أن أقول هذا الكلام، أنا أعرف كثيرا منهم، هؤلاء بدرجة علمية متدنية جدا. يعني أنا للأسف أقول لك بكل صراحة وبكل وضوح، أنا أعرف شاب كان يعمل الآن يعمل مع جبهة النصرة في منطقة البتراء قرب بلدة بيروت، وكنت انا اعمل مع جمعيه خيريه، انا كدكتور في تصنيع الدواء اعمل مع جمعيه خيريه دوائيه. أي. كنت اساعدهم، اساعد اخي. حقيقه هذا الرجل، هذا الشاب كان يعمل قوات، انا اسف ان اقول هذا الكلام وبكل وضوح ولا اريد ان اعطي اسمه، كان يعمل قوات هذا الشاب، وقد عملت عليه كثيرا من اجل اصلاحه مجتمعيا. الان هو قائد ميداني جبهه النصره، وهو امي لا يقرا ولا يكتب، انا لا افهم هذا الجهاد. الان المجتمع السوري يعاني الامرين من هذا الجهاد. يعني قبل الثوره كان قواد وفي خلال الثوره اصبح قائد جهاد. والله والله لو والله لو اذكر لك بعض يعني القليل من هؤلاء الذين كرسوا انفسهم او جعلوا من انفسهم زعماء في هذه الثوره، لا ذهلتي يعني. طب ماذا ترد على اللي يقولوا انه هذه مجرد محاولات لتشويه سمعه هؤلاء العرب اللي توجهوا للنضال ضد الشعب ضد النظام؟ اسمحي لي، انا على استعداد بان اقدم الاسماء. يعني انا اريد ان اسال سؤالا، هنالك نص ديني واضح جدا يقول لا يحرق بالنار الا رب النار، والنبي نهى حتى عن حرق النبل. تخيلي في بلدة عبر العمالية لدي أسماء 4 شهداء تم إحراقهم من قبل جبهة النصرة في فرن عبر العمالية. هل هذا إسلام؟ هل هذا جهاد؟ وهم مسلمون، هم يعني هم منهم سنة، منهم شيعة، منهم علويون، لكنهم مسلمون. أنا لا أفهم هذا الجهاد الذي يقوم بحرق الإنسان. النص واضح في القرآن، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. يعني بما انه قد تبين الرشد من الغي، اذا لا اكراه في الدين. اذا هذا النص غير منسوخ، وهذه الايه غير منسوخه. لا يلعبوا على السهم ولا يقولوا ان هذه الايه منسوخه بآية السيف، لانه قد تبين الرشد من الغي. طيب استاذ نبيل، يعني واضح جدا انه كان هناك يعني تعمد تأجيج فتنه طائفيه في سوريا لمصلحه من ستكون في النهايه؟ ماذا يعني ما الذي سيحدث بعد الثورة؟ حتنتهي؟ اسمحي لي، أنا أريد أن أسألك هذا السؤال. نعم، أنا أريد أن أسأل هذا السؤال، لمصلحة من؟ من المستفيد؟ قل لي من تخدم، أقول لك من أنت. الآن الجيش السوري متعب، الوطن السوري متعب، البنى التحتية السورية انهارت، المدن السورية انهارت، نساء سوريا تباع بالمزاد العلني للأسف الشديد لشيوخ سعوديين وخليجيين بأسعار بخسة. لمصلحة من؟ لمصلحة إسرائيل. أنا لا أعتقد أن إسرائيل
في حالة أفضل، يعني لم تكن لن يكن أي إسرائيلي يحلم بمثل هذه الحالة التي وصلنا إليها. الجيش العراقي مشتت، الجيش المصري مجمد، الجيش السوري الآن يعني أيوة. بعدين قيام دولة سورية طائفية، دولة يعني طائفية وتفتيتها، وقيام دولة طائفية سيعزز من فكرة شرعية الدولة اليهودية في إسرائيل. نعم بالضبط، نعم بالضبط، هذا ما تسعى عليه إسرائيل. إسرائيل معلش اسمحي لي، يعني أنا عندما كنا نعمل في بيروت في لبنان ضد الفكر الطائفي في الثمانينات، أقول لها لك بكل وضوح، أنا قلت، سألت أحد المقاتلين في القوات اللبنانية، سألته يعني لماذا تحمل البندقية وتقاتل؟ قال أنا أدافع عن الله. قلت له هل يعقل هذا الكلام؟ ما أنك تكلمت عن موضوع بيع النساء وأنت الآن يعني من داخل سوريا، ممكن تفيدنا بأمر يعني قيل أنه إشاعة أنه سيدات حتى من تونس خرجوا، وقيل عن بعض من السعوديين ماني متأكدة، مجرد آراء رأيناها في الصحف، يتزوجوا بس أبغى أفسر الفكرة للمشاهد بس أبغى أفسر الفكرة للمشاهد. سيدتي الكريمة تفضل. سيدتي الكريمة أنا أتواصل مع شباب من قلب دوما الآن تسيطر عليها قوة متطرفة دينية، وهي للأسف شديد تعمل بفتاوى من المملكة العربية السعودية. لا أعرف إلى متى سيستمرون في هذا التلذذ بالقتل. أنا قال لي أحد الشباب وهو سيأتي إلي بعد يومين، بس يا أستاذ مش بس من السعودية الفتاوى طالعة، وكمان من مصر كمان طالعة فتاوى، يعني مصر هي العباءة التي خرجت منها، يعني الأخوان المسلمون يسمحوني يسمحوني بهذا الشيء، الأخوان المسلمون من عباءتهم خرجت كل القوى التكفيرية الموجودة على الساحة اليوم. مظبوط. خرجت طيب كل القوى التكفيرية، لكن للأسف الشديد أنا أقولها دعيني أحدد، أن الشيخين العريفي والعرعور يعني يفعلان ما لا يصدق، يعني الآن العرعور يكفر فئات إسلامية أخرى، يعني لا أعرف لماذا هذا الرجل يعني لم يبقى أحدا لم يكفره، هو العرعور يقف أمام المرآة ويكفر كل من لا يراه في المرآة. أقولها لك صديقتي الكريمة، أنني أتواصل مع شاب من قلب دوما، قال لي هذا الشاب أن ساعد كيلو رز تقريبا ما يعادل كذا ألف ليرة سوري، وأن المرأة الدومانية أو نساء في دوما يبعن أعراضهن من أجل كيلو رز. هل هذا هو ما نريده؟ هل هذه هي الديمقراطية؟ أنا شخص سجن واعتقل واضطهد، وكان آخر سجن آخر مرة تم إيقافي فيها من قبل القوات، يعني الناس في سوريا في 30/9/2010 2004، ولكن كله من أجل الديمقراطية ومن أجل حقوق الإنسان، لكن أنا لا أفهم هذه الحرب العبثية التي تشن في سوريا. لا أفهم لماذا إذا كانت جبهة النصرة وداعش ولا أدري الجبهة الإسلامية تحمل نفس الأفكار، فلماذا يتقاتلون ويسبون النساء تصفية حسابات؟ يعني الضيف معي في البرنامج الأستاذ محمد العمر يقول لك تصفية حسابات في سوريا. نعم تصفية حسابات، لكن يدفع الثمن الشعب السوري البسيط العادي. الآن وأنا أتكلم معك القذائف تنهال على جرمانا، لماذا؟ لماذا؟ طب أستاذ يعني نبيل، بس موضوع يعني دائما يشغل كثير أوقات من في الصحافة وما في أحد يعني يعطينا إجابة شافية عنه، رغم أنه رئيس الحكومة التونسية أو وزير الداخلية بن جدة وبن عمر تكلموا، وزير الشؤون الإسلامية تكلموا عن أنه تونسيات يذهبوا إلى سوريا للزواج مؤقت من المجاهدين ويعودن حوامل إلى تونس. قرأت أنا عن كذا امرأة سعودية حصل معها هذا الأمر، تهم العريفي وناصر العمر وتم نفي التهمة، بس هذا الأمر موجود في سوريا اليوم. نعم اسمحي لي، ليس فقط يعني الزواج المتعة أو الزواج المؤقت، يعني هناك نوع من الإشكالية في مسألة شرعيته أو لا، مش على مسألة شرعيته، يعني هي المسألة أنه هي تعتبر نفسها مجاهدة، يعني طالعة من بلد عربي على أساس أنها مجاهدة. أختي دعينا نحدد أكثر، في الإسلام هناك نوع من البراء، يعني تبرأ المرأة بحيضة أو تبرأ بعدة. المرأة الآن يدخل عليها 3 و4 و5 في اليوم الواحد. هذا لم يعد زواج ولا نكاح ولا أي شيء، هذه بكل أسف أقولها دعارة، هذه دعارة بأسوأ أنواعها بأسوأ صورها. يعني عندما يدخل 2 و3 و4 و5 على المرأة، يعني هذا لم يعد زواج، هذا ولا نكاح ولا أي شيء، هذا دعارة. أرجوكم نقوا الإسلام. الآن الإسلام يتعرض لحملة جنونية، الآن النظرة إلى الإسلام في الغرب سيئة جدا،
وكل السبب شيوخ التكفير وشيوخ القرف لم يعد لديهم سوى الجنس والموت. يكفي، دعونا نتعالى، دعونا نكون، دعونا نقدم الإسلام بصورة جميلة بصورة راقية. هذا الآن يتعرض الإسلام لحملة من داخله. أنا أقول لك بكل صراحة، في الغرب انتشر الإسلام في السبعينات بشكل جيد، وبدأت الناس تتجه إلى الإسلام بسبب الفراغ الروحي الموجود في الغرب. نعم. الآن بعد فتاوى هؤلاء التكفيريين المجانين، صارت الناس تقرأ من الإسلام، صار الإسلام بالنسبة لها جنس وموت، جنس وموت، يعني يسمونه دين الغرائز. أنا كشخص أعمل في جمعيات خيرية غربية وفي مؤسسات خيرية غربية، الآن النظرة من أسوأ ما يكون إلى الإسلام. من المسؤول؟ المسؤول العريفي والمسؤول العرعور، ومن على شاكلتهما؟ أرجوكم يا جماعة أنقذوا الإسلام من هؤلاء القتلة. طيب، شكرا لك أستاذ نبيل فياض، كنت معنا من سوريا، الباحث في التراث الديني. و فاصل وراجعين. يعني العرعور تحول إلى نجم دولي فعل هذه الدعوات. أنا سألت في سؤال في تويتر قبل فترة، سؤال مهم، العرعور على كفالة من في السعودية؟ سؤال مهم. رجل إذا كان موجود داخل السعودية بنظام إذا كان موجود داخل السعودية بنظام إقامة، وش وظيفة، وش مسمى داعية أو محرض سياسي يتخذ السياسة ويجمع أموال المسلمين ويذهب بها إلى الخارج؟ أنا لا أفهم، أنا أريد إجابة صريحة. من هو كفيل العرعور في السعودية؟ موظف بمهمة خاصة يمكن. لا أعلم. هل في قنوات فضائية محسوبة على التيار الديني تكفله، أم تجار سوريين؟ يعني ما أفهم. أنا أريد إجابة. وهذا كمان المهم، إنه الإعلام أيضا، يعني أوكي في السابق كنا نأخذ الآراء المختلفة، لكن اليوم ما تتفق معي إنه اليوم يعني المفترض إنه ما يظهروا على الإعلام حتى لمجرد معرفة رأيهم، لأنه ممكن يساعدوا بالتأثير على عدد أكبر من الشباب. المشكلة من يخرجون على أي قنوات. هناك قنوات داخل السعودية تبث الطائفية وتبث الإرهاب. طب وين الأجهزة الأمنية؟ هنا السؤال، والمباحث فين؟ والمحاضرات فين؟ هنا السؤال، لماذا يبقى هؤلاء الأشخاص موجودين على الساحة؟ لماذا؟ على فكرة أنا لا أعلم، لأنه دعينا نترك هؤلاء نجوم دعاة التحرير المحرضين، دعاة السكس سماهم نبيل فياض. يعني بالمنطق هناك دعاة آخرين موجودين على الساحة. يعني من المضحك أنا جايب معي مقطع من كلمة في مضحك، أن واحد من الدعاة يعتبر من الدعاة ومدعاة الفتنة في زواجه شوفي الفرحة، الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لما كان يحضر الزواجات كان يبعد كل مشاكل الأمة ويبتسم ويجعل الناس يفرحون في المناسبات. هذا في زواجه يغم على الناس ويذكرهم بالجهاد ويدعوهم للجهاد في زواجه. يعني أستغرب أنه أنا بس لو يعني ودي أنا عشان لما يقولون ما في أحد قاعد يفتن على أو أنه يحرر على الجهاد. مين هو هذا اللي حنسمع تسجيله؟ خليني أقول لك اسمه. ثواني، أي هذا اسمه واحد. ثواني، لعل ذكر اسمه بس في النهاية مكتوب اسمه في. خلنا نسمع هالمقطع بس. ثواني. كن عليهم أن ننصرهم بمالنا وقبله بأيدينا إن استطعنا وبما نستطيع على قدر استطاعتنا، ولا يعذر المستطيع على نصرتهم ألا ينصرهم، فانصروهم انصروهم إنهم هذا اسمه طيب. حفيظ الدوسري. نعم. المقطع هذا موجود على اليوتيوب. يعني اسمه حفيظ الدوسري. طيب قبل ما ارجع للحلقه معنا ابو عبد الله من سوريا. الو. ايوه الو. اي مجاهد سابق صح في جبهه النصره؟ صح. اي تفضل ابو عبد الله، احكي لنا عن تجربتك. اول شيء وين تم تجنيدك؟ هلا انا بدت قصتي لما اجى لعندي شخص ساكن بالمنطقه اللي انا كنت عايش فيها اسمه عمار الاديب، هو تاجر بيض، كان على صله مباشره بالشيخ العرعور. اي وهو كان ايده اليمين بالمنطقه، انه كان مثلا اي فتوى بده اياه او اي شيء بده اياه كان يتصل بالشيخ وياخذ هي الفتوى منه. وعرض علي فكره انه نحن لازم ما نضل ساكتين على اللي عم يصير بالبلد، انه مثلا في دين اسلامي عم يتدمر وعم يتحارب وجوامع من هالقصص اللي صارت. طبعا كلهن كانوا ملفقين، وبعدين بيجي للشباب بالعمر من 18 ل 24 بلشوا انه يلعبوا بعقله، بدهم يستفيدوا منه، لانه هذا الشباب انه قادر، انه هذا الجيل قادر يغير شيء بمجرى البلد.
غير انه مثلا اغراني بالمال اللي كان يعرضوا علي وكل شيء بحتاجه كان ممكن يامن لي ياخذ خلال انه فتره نحن جهادنا اللي هي طلعت اخر شيء فتره جهاد كاذب كلها. يعني انت بس هنا لحظه، انت لما دخلت الجبهه النصره عشان تجاهد او تتناضل او تحارب، كان ايش هدفك؟ مادي ولا كان هدفك دعم الثوره ضد النظام ولا جهاد اسلامي؟ ايش كان بالضبط هدفك؟ هلا انا بعد شيء اللي شفته ما عاد فيني اسميه انه ثوره. لا بس قبل ما تتكون عندك هذه التجربه، ايش كان هدفك؟ لا قبل كان في ممكن مطالب نحن نحصل عليها، بس بعدين تغير. يعني متى يعني شلون صار؟ انه صار متى ما ورطوا الواحد بيعملوه بياخذوه على شغلات ثانيه، بيورطوه بشغلات ثانيه، ما عاد فيني انه يتراجع، خلص بيضل ملتزم معهم. يعني بغير ورطوك بايش يعني؟ هو وقته مثلا بتخط فيه على الساكر، بتجربين انه ينشق، وهي القصص انه انت خلص تصيري انه علقانه بالموضوع، ما عاد فينك تطلعي منه لحتى يطلع عفو او شيء، بحيث انه انت تطلعي ما تنضري كمان، بضل انه في اهل. انت مارست الخطف؟ مارست الخطف هناك؟ مارست كمجموعه اجباري، مارس الخطف سوا كمجموعه. وعذبت المختطفين؟ ايه للاسف. ايه ايش سويت لهم؟ هلا يعني مثلا كنا ناخذ الواحد او مثلا الشباب فرضا مثلا البنت اللي ما تكون لباس محتشم، حتى صار ايام نعذب النسوان، حتى الشاب اذا كان لبسه غير لائق كمان ناخذه يتعرض للجلد، تعرف كثير شغلات. يعني احنا مثلا كيف كنا نستجر الشباب لحتى بصير بده اياهم معنا، احنا التجمعنا الرئيسي بمنطقه المزارع بالقلمون. كنا نستغل انه في عدد كبير من النساء المهجرات اجوا من مناطق الرستان وريف حمص وهي المناطق اللي حواليها، صار فيها اعمال، صار فيها قتال بين المجموعات المسلحه والجيش السوري. صارت هاي النساء هي انه الطعم الوحيد لحتى نستجر الشباب، انه حتى يامنوا بالافكار انه نحن اللي عم ندعيها، لانه طلعت هي نشر الفكر الوهابي والتكفيري ونزع فكره الاسلام، الدين الاسلامي، انه اللي بظاهرها انه هي عم تدافع عن الاسلام، لكن انه الواحد لما بفوت باعماق هاي الافكار بيجد انه بتخدم هي اعداء الاسلام. طب انت لما كنتوا تاخذوا هدول النساء، يعني كنتوا تمارسوا الاغتصاب؟ بقول لك شو يصير؟ يعني مثلا نحن نبعث البنات بوقفوا هن عند ساحه المخرج، وبس انه بيمروا الشباب راكبين سيارات. لا لحظه بس افهم، مين هم البنات اللي تبعتوهم؟ من وين بعتي؟ من وين جايبينهم هذول البنات؟ هن بنات من هن بالاصل جايين مهجرات. من وين جايين؟ من النص؟ ما إلى الأهل، جايين مناطق حمص الرستان، هاللي صار فيها الأحداث أول شيء. وأنتوا تخطفوهم لهذول البنات صح؟ نحن نخطفهم. أيوه وبعدين نخطفهم، نصير إنه مثلا نحطهم بمناطق إنه أنتم بدكم تجيبوا لنا هذول الشباب لعنا. هذا الشاب بشوف بنت بده يطلع معها، بده ياخذها على منطقة ما بيقدر ياخذها بين البيوت كرمال اهله ما يشوفوه، بياخذها على مناطق ثانيه هي منطقه المزارع، هنيك نحن بنكون نحن مثلا عاملين له مثل كمين. أيوه. لإله. طيب في سؤالين عندي، اول واحد، انت في مجاهدات جو من دول عربيه الى سوريا وقدموا انفسهن هبه للمجاهدين؟ من تونس. ايوه اجونا من تونس. ايه بس احنا كان مقابل هدول النساء اللي جايين للجهاد كان عندنا شيوخ جايين حتى من السعوديه ومن ليبيا. انت تزوجت؟ انا لا، بس في غيري تزوج. اي لانه انا بالاصل وقت فتت انا بالفكره، فتت انا اول شيء بالفكره انه امنت فيها اول شيء، بس غيري وقت ما امن فيها بصير بدك تجيبيه بطرق واساليب اخرى. طب انت كنت مؤمن فيها لما كنت تاخذ البنات وتعرضهم يعني تقريبا كانه يعني شيء شبه الدعاره، كنت مؤمن بهذا الموضوع اللي كنت تمارسه؟ كان في شيوخ تفتي لك اياها بتضطري انه انت تامني فيها انه تصدقيها. زي مين ابرز الشيوخ اللي فتوا لك؟ مين ابرز شيخ؟ هلا في العرعور، في الدكتور سليم الغزال، في شيوخ سعوديين احنا ما كنا بنعرف اسمائهم، كانت القاب سليم الغزال مثل ابو عبد ايه مثل ابو عبد القادر، اسماء يعني هي القاب وهميه كلها بالاخير بتطلع. بس طيب لما الجنسيات احنا كنا بنعرفها سعودي ليبي وتونس، هذول اكثر شيء هن كانوا يفتوا. حتى مثلا نحن ايام كنا نطلع للشيوخ على الجامع، مثلا ننزل الشيخ العادي يطلع هو هذا الشيخ اللي متبني الافكار تبعنا، هو يخطب بالعالم وشجاع على الجهاد والشيء اللي بيصير بعدين. طيب لما طلعت من جبهه النصره، ايش كان رده فعلهم تجاهك؟
ما جاك تهديد ما حاولوا يقتلوك؟ ما كان في أي محاولة للتعرض إليك أبداً؟ أنا اللي خلاني أول شغلة إنه أعمل هيك إنه صار في تصرفات من جهة نصر. مثلاً بتذكر أنا بتاريخ 20/10/2013 اجتمعوا النسوان مشان طالبة بخروجنا نحن من المدينة، وخاصة منطقة الأسواق، إنه ما خلص نحن عم نجيب مثل إنه حد قولهم إنه نحن إنه رح نكون سبب دمار هاي البلد بسبب جهادنا الكاذب. وبالفعل إنه النساء كانت صاحية أكثر من نحن الرجال، ومدركة الرجال ومدركة الشيء اللي عم يصير. وقتها اضطرينا إنه نفك هذا الاعتصام بالقوة، حتى إجانا الأمر من القائد تبعنا اسمه أيمن طيب. طيب بس أنت حتى حتى هذا القائد أيمن طيب نحن بعدين نكتشف إنه هو مطلوب لقضية مخدرات للدولة السورية، وحتى قالوا لنا إنه نحن عم نجهد من أجل جمع المال ولو كان على حساب الدم. طيب لما طلعت من عندهم حاولوا يقتلوك او حاولوا يتعرضوا لك؟ هلا هو حاولوا يقتلوني بس ما وصلوا لي، لانه صار شغلات ثانيه. كان وقتها منتشر خبر بمنطقه القلمون ان احنا بدنا تبلش معركه القلمون. ايوه طيب بس ابو عبد الله بس كمان بس في سؤال كمان، انه اليوم لما كنت في جبهه النصره من كان هدفك؟ يعني انه الهدف اللي احنا نوصله مين هدفك؟ واحد من الجيش الحر، واحد من مين، واحد من النظام، مين هدفك؟ مواطن عادي؟ مين هدفك؟ انه احنا كان الهدف انه نشكل اماره وهابيه، واماره مثل اماره اسلاميه بالفكر الوهابي. اي لما كنت ترفع السلاح وتصوبه كنت تصوبه على مين؟ كان يتصوب باتجاه الجيش السوري، الجيش النظامي. اي لانه احنا كان في مجموعات جيش حر بس كانت ملكية بالخطف والسلب والنهب، هاي الشغلات. الجيش الحر كان مشتغل بالنهب والسلب؟ ايه كان مثلا واحد بيعرف ابن عمه معه صالح كثير بيبعث حدا بيخطفوه بياخذوا فدية. طيب شكرا شكرا لك ابو عبد الله، كنت معنا من سوريا على هذه المداخلة. كلهم قوادين وتجار مخدرات مشتغلين في الجهاد. ابغى بس تعليق استاذ محمد زايد. للأسف الشديد يعني أنه ما يدمي القلب أنه الآن بنسمع أنه شباب سعوديين في جيش داعش، لو ترفع صوتك، شباب سعوديين في جيش داعش يقاتلون شباب سعوديين في جيش النصرة. فهل هذا جهاد؟ والأمر من ذلك هو أن شبابنا استسلموا للموت وباعوا حياتهم بأرخص الأثمان وهم في ريعان شبابهم. هؤلاء الشباب الآن كما سمعنا أن حولوهم إلى حطب لنيرانهم بالسيارات المفخخة وأيضا بالأجساد المفخخة. أي. وبالتالي فالله سبحانه وتعالى يقول ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة. فهؤلاء الشباب الآن يعرضون لأنفسهم إلى الموت الحقيقي يعني للأسف الشديد يعني. طيب أستاذ محمد، يعني بس تعليقا على الموضوع، مسألة بعث الشباب ترى إلى 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 سوريا، هناك نقطة مهمة، يبعثون من؟ يعني لو نلاحظ الآن الشباب اللي يذهبون إلى سوريا أغلبهم تراهم جهلة، أولا احترامي الشديد، جهلة في الدين، لا علاقة لهم بحمل السلاح، لا يعرفون كيف فنون القتال، هم شبان مغرر بهم، أعمارهم من 19 سنة إلى 25-30 سنة. من الطبيعي أنه إذا ذهب إلى هناك أنه يسقط تحت أيدي مثل ما ذكر قبل قليل يعني مجرمين. أنا طب إحنا مجرمين. عندنا استعداد لتحمل الثمن، ثمن عودة يعني ثمن دخول الشباب السعودي لسوريا مثل ما تحملنا ثمن دخولهم لأفغانستان؟ حل يعني نعيد الكرة من جديد، للأسف وأشد وأشد، لأن الوضع الماضي كان مختلف جدا، أيام أفغانستان مختلفة جدا عن وضع ليبيا. الآن أفغانستان يمكن فترة وانتهت، الآن هناك دول تستعد لما بعد سوريا، في دول إسلامية لا زالت ملتهبة ووجود القاعدة منتشرة هناك. يعني قد تنتقل، يعني ممكن ننتهي من مسألة سوريا ونبعث شبابنا إلى أي دولة من الدول الإسلامية الأخرى. هذه نقطة مهمة. النقطة الثانية على مسألة قضية النكاح ومن النكاح، في مفهوم لما يذهبون شبابنا إلى مناطق النزاع،
يقعون على بأيدي أصحاب الفكر المتطرف هؤلاء. تطور عندهم الفكر، يعني مش مسألة دين، مش مسألة فتاوى دينية. أصبح هناك فتوى يعني معروف، مثلا يفتون لهم بأن النساء الأعداء أو نساء العدو سبايا، وبذلك يباح نكاحهن أو اغتصابهم بطريقة سميها ما شئت. فلذلك تخيل شاب لا علاقة له في الدين، يعني بين هلالين، ليسوا ملتزمين مطاعة يعني بالمعنى العامي، فلذلك يذهب إلى هناك وكل شيء متوفر له، يعني متوفر، النساء متوفرات، القتل متوفر، مع احترامي الشديد، إذا قد يغرر بشباب يعني عاطلين عن العمل. الشيء الغريب كمان النساء اللي طلعوا من دول عربية، يعني في تونس المرأة اللي أو فتاة كانت صغيرة تحت العشرين اللي اكتشفوا أنها حامل من مجاهد في سوريا وعادت إلى هناك، يعني اللي أو اللي كانت دفعتها كانت متزعمة شبكة دعارة. شوف، هي الفكرة تراها فلوس بزنس، مش واحدة يعني اللي طلعوا، ولا سنتين. لذلك عندما غضبنا واشتطنا غضبا على الذين يجمعون الأموال بغير طريق رسمية وتذهب إلى سوريا، واكتشفنا في الأخير أنها كانت تلاعب، وكانت اشتروا من يعرف، اختلفوا على مخبز وإضاعة أموال المسلمين، غضبوا. هي بهذا الشكل يتبعث الأموال، أموال المسلمين تبعث إلى لا زال الجمع قائم اليوم بدون تنظيم؟ كيف؟ لا زال اليوم لليوم جمع الأموال بدون تنظيم؟ حاليا أعتقد أنه لا زال في علاقة يعني بعد الفضيحة الأخيرة أصبح جمع الأموال، هناك دعوة جمع الأموال ولكن أصبحت أقل حدة، ولكن في أشياء إحنا ما نسمعها ما نشوفها، ولكن أعتقد أنه لا زال، خاصة مثل لو يعني مثل الشيخ العرعور لا زال الآن يظهر على القنوات ويدعو إلى مساعدة السوريين بالمال والنفس وإلى آخره. طيب حاخذ فاصل وأعود للأستاذ محمد زايد بعد الفاصل. أرحب بكم من جديد وعودة إلى نفس الموضوع، الجهاد في سوريا والتغرير بالشباب. أذكر أيضا أننا نستقبل تعليقاتكم وأسئلتكم على موقع البرنامج، صفحة تويتر وصفحة فيسبوك. أعود إليك أستاذ محمد زايد، يعني ماذا تقول لهؤلاء الشباب من جديد؟ أنه الفكرة هي أنه مجاهد يتعدى، يتجاوز سلطة الدولة ويتجاوز سلطة المؤسسات الشرعية ويتخذ قرار الحرب مدني، يتخذ قرار الحرب في أرض أخرى. آن الأوان لأن نولي الجانب الفكري أهمية خاصة. أي. فقبل إصلاح الأمة لابد من إصلاح الفكر الذي يخاطب هذه الأمة. إن كثير من مشاكلنا تعود إلى هذه الفتاوي التحريضية التي انتشرت في مجتمعنا انتشار الهشيم. وقد آن الأوان أن نولي هذا الجانب الفكري، يعني أهمية نولي؟ خاصة. كيف؟ نجد أنه باستثناء ما تقوم به وزارة الداخلية من ضربات استباقية ناجحة في محاربة الإرهاب، فإن كل الكلام الذي يفضي إلى الإرهاب هو لا يفضي إلا إلى العموميات وأيضا إلى مزيد من الإرهاب. للأسف الشديد يعني الكلام حول الإرهاب يفضي إلى مزيد من الإرهاب؟ نعم، إلى المزيد من الإرهاب. كيف كذا؟ فبالرغم من وزارة الإعلام أصدرت قرارا لأئمة المساجد وأيضا للدعاة أن يبتعدوا في الحديث والخوض عن الأمور السياسية، أيوه، وأن يصدروا الفتاوي التحريضية، إلا أنهم للأسف الشديد لم يلتزموا بذلك. وها هي الفضائيات الآن والإنترنت والأماكن التواصل منتشرة بعشرات الفتاوي التحريضية. لقد آن الآن الأوان لأن ننشئ مركز وطني
للكينونة للجانب الفكري الأهمية الخاصة. مركز وطني وهي يعني قضية فيه؟ كبيرة ومعقدة ومتشابكة. يعني مركز وطني إيش نعمل فيه؟ إيش يكون هدفه؟ شو نوعيته؟ لأنه المواطن هو جزء من هذا المجتمع، المواطن هو الذي أصبح أحد ميادين الصراع على النفوذ، خاصة شبابنا يعني، فلقد نشأ صراع كبير جدا على مستقبل الجيل الشاب هذا، وعلى العقل وعلى التوجهات وأيضا على الانتماء، ليس من خلال مناهج التعليم والتعليم الرسمي، بل أيضا من خلال المساجد، من خلال المنابر، من خلال وسائل التواصل. طيب كيف تفسر استمرار المساجد أو الأئمة بهذه الخطب وهذه الدعوات رغم تحذير وزارة الداخلية لهم بعدم التعرض حتى لمسألة مثل مسألة الجهاد؟ هذا هو السؤال، والآن نحن نطالب وزارة الداخلية بإصدار العقوبات، بل أقصى العقوبات تجاه من يستخدم هذه الفتاوى التحريضية طيب لدفع شبابنا. نعم. إلى نعم إحنا اليوم أيضا هنا بالاستوديو معنا مجاهد سابق أو مشروع مجاهد سابق. نعم. مؤلف الطائرة الخامسة صح أستاذ محمد؟ بالضبط. طيب تجربتك باختصار، أنت كنت رايح أفغانستان. هو طبعا قبل سالفة السفر يعني كانت استبقتها محطات كثيرة، يعني أولها بدأت من سن أنا يعني أبو 13 سنة 14 سنة كان سن طفولة أنا أعتبره، فاستغلال الصغار في حلقات تحفيظ القرآن في ذلك الوقت على فكرة عشان لا يفهمني كثير من الناس فهموني حسب رأيهم وفكرهم، أنا لا أقنن من دور حلقات تحفيظ القرآن، ولكن من هم المسؤولين على حلقات تحفيظ القرآن؟ في ذلك الوقت في أوائل التسعينات الميلادية في القرن الماضي كان أغلب المشرفين على حلقات تحفيظ القرآن كانوا يغذوننا ببعض الأفكار التي امتزجت ما بين السلفية وما بين القطبية، يعني أقرب ما تكون إلى الإخوانية والثورية وما لذلك. فتطور الوضع حتى وصلت لمرحلة المراكز الصيفية اللي كانت تحدث في تشرف عليها جامعة الإمام محمد بن سعود السلامية في المعاهد العلمية، وكان أغلب الذين يشرفون عليها هم من الصحويين السروريين بهذا المسمى. فكان باختصار انه في نهايه كل مركز كان ينتقى شباب معينين فيهم الحماس وفيهم الخطابه وفيهم روح القياده، فينتقون انتقاء معينا، وبعد ذلك تكون هناك جلسات خاصه. وطبعا الشاب في ثوره شبابه وحرصه على الدين وكذا يبدا يختلط بالناس وجماعات اخرى وبمتدينين وشيوخ، فانتقلت من مرحله لمرحله حتى وصلت مرحله التكفير ومن ثم التنظير والتدرب على الاسلحه وغيرها، فجت فكره انه الجهاد والذهاب الى الخارج باختصار يعني. وفي نقطه مهمه جدا اريد ان اذكرها، انه كانوا يصمون اذاننا عن الطرف الاخر، يعني اي طرف معتدل المعتدل لا يسمحوا لك تجلس معه ولا تخاطبه، ويشغلون بالدعوات الخارجيه وبتلخيص الكتب والاشرطه الى اخره، كان من ضمن الاشرطه الشيخ سلمى العوده وسعد البريك ونصر العمر والى اخره من ذلك الوقت اللي كانوا مشاهير دعاه تلك الفتره من الحقبه. هم اللي تلمذت على يعني تسجيلاتهم او خطبهم تقريبا يعني 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 انا استغرب انه يجي الدكتور سعد البريك ويطلع لي يقول لي هزلت انت برأنا من الجهاد. وفي تغريدة له سابقة يقول من حق أي شاب أو أي أحد والديه أن يعلم إلى أي جبهة أو لواء سيذهب ولدهم حتى يطمئنوا أنه لو أكرمه الله بالشهادة يموت تحت راية الصحيحة لا غلو فيها. هذا تحريض يعني صريح لمسألة الجهاد، فهؤلاء هم شيوخنا في ذلك الماضي. يعني أنا أدعو كل دعاة الجهاد أو دعاة لا أريد أن أدخل في متاهات طويلة، لكن كل دعاة العصر الحاضر الذين يرون فكرة الجهاد أن يبرأوا إلى الله سبحانه وتعالى من فعلهم، وأن لا يستخدموا الدين ذريعة، لأنه مسألة أنه تميع الدين وإدخال الدين في هالعراق هو يحتاج إلى استتابة، وأقولها وأنا مسؤول عن قولي، ما يفعلون الآن يحتاج إلى استتابة، يستتوبون الله سبحانه وتعالى على ما فعلوا، لأنهم يلعبون في الأدلة وفي الأحكام الشرعية على مزاجهم. أنت تطالب بمحاكمتهم؟ أنا أطالب أي محامي شريف أو مجموعة نقابة محاميين يقومون بجمع الأدلة من القرن الماضي إلى يومنا هذا مع كل العوائل الذين فقدوا أبنائهم والذين تأثروا بالفكر والذين ضاعت سنواتهم في المعتقل أو في السجون بسبب محكومياتهم، أن
يحضروا الأثباتات والأدلة، ومن تورط من هؤلاء الدعاة في هذا الموضوع أن يقدم للعدالة ويحاكم من كان من يكون. طيب مين كمان غير سعد البريك؟ أنت ذكرت سلمان العودة، ومين كمان؟ يعني في ذلك الوقت يعني طبعا ذلك الوقت في الشيخ عبد الوهاب الطريري، عندك الشيخ ناصر العمر، عندك الشيخ سلمان العودة، عندك الشيخ سعد البريك، هم اللي كانوا أبرز المشايخ في ذلك الوقت الذي كانوا إحنا معاهم متحمسين وكنا نسمع وكان هم الملهمين لنا في ذلك الوقت. الى ان تم كانوا يدعوكم طبعا ويحرضوكم على الجهاد في الخارج. طبعا لو نرجع حقيقه الى اناس، كتبت مقاله قبل كم يوم وضعتها في مدونتي سميتها ضربه المعلم سلمان العوده. يعني انا لا اوجه اتهام، ولكن هذه وجهه نظري الخاصه، انه جبت مقتطفات انه فعلا كان من المحرضين ذلك الوقت لنا وحتى في الوقت الراهن. واليوم هم انفسهم محرضين. ما يدري كلام انه سعد البريك، يعني احترامي هذا انا لا اتهمه، ولكن سعد البريك كتب في تغريده يقول هو حزلت ان تضع النجاه. الان هو يبرر هذا الشيء. بس السؤال الاهم انه كيف تفسر هذه الجراه؟ هو يعني يعرف وزاره الداخليه والبيان اللي صادر من وزاره الداخليه، كيف تفسر هذه الجرأة بمخالفة النظام؟ أنا أعتقد أنهم الآن يعتقدون أن هناك صراعا ما بين تيارين، التيار الليبرالي والتيار الإسلامي بكل فئاته. فلذلك أصبح هناك نوع من اللوبي الدعوي أو لوبي الدعاة أنا أسميه. نعم. إذا كان أنا أعرف الدكتور محمد السعيدي معروف أنه ضد التنظيمات الإرهابية، القاعدة وداعش وجبهة النصرة وخلافها، لكن عندما يظهر يطلع ويكتب لي في تويتر أنه يقوي بعضهم بعضا وأنه لا خفوا شوي والوطأة وما نعرف إيش وكذا، طيب يا أخي إذا استح على وجهك، مع احترام استح على وجهك واسكت وانصح مثلا هؤلاء الدعاة بينك بالسر. ليش دائما نرى اهل الدين او دعاة الاسلام دائما يقوون لانفسهم ويبررون لبعضهم؟ يا اخي اذا ما كنت ترى قوله لا تنطق، اسكت، لا تنصره ظالما، لا تنصره ظالما. اضافه الى القول المعتاد الموجه لهم انكم يعني لا ترسلون ابنائكم الى مواقع الجهاد اللي تنادوا فيها الشباب. بالضبط، ولكن لما نرجع وارجع واقول يعتقدون ان ذاكرتنا كالقطط، ولما نرجع لتغريدات لهم في حسابهم نجد انهم كذلك يحرضون، فما ادري هم يلعبون على مين. هذا فعلا لما اقول لك يلعبون على الدين يحتاجون الى انهم يستتابون، لان هذا توقع فيهم الدين. واحد ممكن الحين يثبت يرسل ابنه عشان يثبت انه هو فعلا على طاري من يرسل ابنه. عندك الحين مع احترامي انا ما اتدخل، بس هذا وجهه نظر، الدكتور سعد البريك ترى يملك الملايين، تمام؟ ولا طيب ليش الشباب اللي يعني على حسب كلامه الان هذا، لو ذهب ابن لعائله لا يعولهم الا هذا الابن ومات هناك، هل بيروح بيكفل هالعائله؟ والله لن يكفلهم. من وين له هذه الملايين؟ من القنوات الفضائيه وطرق اخرى. القنوات الفضائيه تدفع ملايين؟ يعني مثلا امس في رمضان الماضي يخرج على قناه فضائيه واليوم يسبها علشان يعني ماني فاهم، والسنه الجايه بيطلع والسنه اللي بعدها بيطلع نفس القناه. هو استخفاف بالعقول واستخفاف بالدين، فلذلك فعلا اكرر من التبرعات اللي تذهب للجهاد بيحصلوا لهم في الطيب نصيب ايضا هؤلاء الشيوخ. انا ابرا الى الله، بس انا الاسماء اللي ذكرناها انا ابرا الى الله، لكن هناك اسماء اخرى او اشخاص اخرى نعم فعلا توزعت الفلوس وانتهى الموضوع. مين زي مين؟ ما ابغى اذكره يعني اسمهم. بس خفت منهم؟ ها خفت منهم؟ مش خفت منهم، بس نحن نسمع، لكن انا ابغى اثبت كان في دليل قاطع فعلا. انا ممكن اذكر اسماء عادي، ما عندي مشكله، جاهز. زي مين يعني وانت مو متاكد؟ يعني مثلا هذا اللي ادري انا اسمه شافي العجمي او في الكويت، يعني هو اللي صار مع مشكله مع انا، يعني لا اتهم، ولكن على قول ما في نار من ما في دخان من غير نار. اذا ظهرت اقوال وظهر كلام طويل عريض في وسائل التواصل الاجتماعي وفي الصحف انه في سرقه اموال، لابد ان يحقق في الموضوع. استاذ محمد، في الحقيقة أنا أريد أن أتحدث عن هذه القيادات الدينية المتشددة. أيوه. هؤلاء يمتلكون نفوذ هائل في مجتمعنا داخل أروقة التعليم، في المساجد، أيضا لدينا المعلمين المدلجين. فكنا نسمع عن الشريط الإسلامي وعن الرحلات الإسلامية والمخيمات الدعوية وكثير من هذه التي تغرر بشبابنا. للأسف الشديد يعني حان الآن والوقت لكي نقوم بعمل مؤسساتي
ضخم، لكأنه كما موضوع الأمن الفكري أهمية بالغة. فنحن نحتاج عمل منظم بين عدة جهات، بين التعليم وأيضا بين الإعلام وبين الجهات الأمنية وأيضا وزارة الشؤون الإسلامية وأيضا من المفكرين. لابد ومثقفي هذا البلد الطاهر، لابد أنه من الآن يكون لدينا يعني عمل فكري منظم وأنه للجانب الفكري الأهمية القصوى. نعم. يعني إحنا يعني وزارة الداخلية معروفة بكفاءتها في إنهاء عهد الإرهاب الدموي، عهد الإرهاب القاعدي الدموي اللي هو جناح العسكري للإخوان. بس أستاذ محمد، يعني اللي قاله دكتور محمد عن الأمن الفكري، إنه أنهت الإرهاب الدموي، الإرهاب الفكري هناك اهتمام فعلا بإنهائه أم أنه يعني شوية في استهتار فيه بدليل بقاء هؤلاء يغردون ويدعون ويؤججون؟ المشكلة لدي إحصائية، نأخذ مثال على سبيل المثال في مجال التعليم. وزارة التربية والتعليم عملت إحصائية لمجموعة من القيادات التربوية في ومدراء المدارس في مختلف مدارس المملكة. 72% من هؤلاء القيادات التربوية أشاروا إلى أنهم لا يعرفون أي شيء عن الأمن الفكري، حتى أن 99% أيوة ما نعرف من التوجيهات التي يعني وجهوها للطلاب في مجال الأمن الفكري لم يجد لها أي استجابة. الأمر الذي يدل على أننا يعني خلال هذه السنوات الطويلة لم نولي الجانب الفكري الأهمية. طيب في استهتار بهذا، يعني في استهتار بهالموضوع أستاذ محمد؟ أنا أعتقد أنه مش مسألة استهتار، أنا الشعب لا يريد أن يتغير، أو بمعنى هذه حجة يعني؟ لا مش حجة، خليني أوضح لك أكثر. يعني أرمي البلد للتهلكة عشان الشعب ما يبغى؟ مش قضية أنه أرمي، لأسباب، لأن لكل فئة لها قادتها سواء كانوا باطنيين أو ظاهريين. بمعنى أنا أحمل عدة رسائل، الرسالة الأولى أحملها إلى أولاً، طب إحنا مو كلنا تحت راية القائد الواحد والدولة الواحدة. نعم. والنظام الواحد. بالضبط بالضبط، ولكن لابد أن تتعاون كل المؤسسات. أولاً عندما أو مفروض أنه وزارة، إذا أتينا إلى مثلاً إلى وزارة الإعلام بالتعاون مع وزارة الداخلية تتابع جلياً القنوات الفضائية ومن يخرج عليها، هذا واحد. وزارة التعليم والتعليم العالي تحاول أن تنقي خريجي الجامعات وخاصة كليتي الشريعة وأصول الدين، خاصة اللي يعلمون أبنائنا في المدارس، لابد أن يمر على اختبار دقيق رزين حتى نعلم من هم معلمين أبنائنا، لأن المشكلة في المنهج الباطني الذي يوصل إلى أبنائنا. كذلك إلى وزارة الشؤون الإسلامية الأوقاف، أنا مع قضية توحيد الخطب في جميع أنحاء المملكة، وهذه نقطة مهمة. نعم. يعني لما مواطن مدني، وأهم شيء في الموضوع أنه مواطن مدني في النهاية، يقرر الجهاد، يقرر الحرب في أرض غير أرضه، ويتجاوز سلطة الدولة وسلطة المؤسسات الشرعية، ويتسرب بأعداد كبيرة، أين هي الأجهزة الأمنية وماذا يفعل جهاز المخابرات؟ إحنا كمواطنين نحتاج إلى أجوبة. خاصة الأسبوع المقبل، تصبحوا على وطن حر وسليم.